السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم إلى هذه الطريقة الجديدة لمنع الإعلانات إذا كنت متصلا عبر 3G أو 2G، يعني متصل على الخط. في الفترة الأخيرة طرحت شركات الاتصال المتنقلة مثل زين وآسيسيل عروض، يعني عرض انترنت غير محدود، فاتجهنا للاشتراك بهاي العروض اذا اريد نطلع او الشبكة انقطعت. فقامت الاعلانات تطلع بشكل كبير جدا جدا في يعني استعراض اخر شرحنا طريقة حجب الاعلانات عن طريق الواي فاي اذا كنت ماخذ انترنت من الواي فاي فقط. الان عندنا طريقة جديدة لل الانترنت من خلال الشريحة سواء 2G او 4G. اكو برنامج كان بالابل ستور، حاليا تحول الحذف وجو واحد مكانه بس مو مجاني، راح ينطيك 3 ايام وبعدين لازم تشتري. انا عندي برنامج، هذا البرنامج اللي انحذف عندي موجود بالبرتشيس، راح اخلي لكم اسمه وراح اخلي لكم الرابط اللي اطلع من البرنامج. هذا الرابط راح تثبته يوديك على السفاري، طبعا تلقونه بالديسكريبشن مال الفيديو. راح من تضغط على الرابط راح يوديك للسفاري، تثبت الملف كانما تثبت رابط او ملف تعريف في بي ان. خلينا نشوف. صفحه 4/7 تعديل، طبعا هذا اسم التطبيق اد بلوك. اذا موجود عندكم بالبرتشيس راح اخلي اسمه، اذا موجود عندكم بالبرتشيس نزلوا واخذوا الرابط من عنده او الملف التعريف خير على خير، واذا ما لقيتوا انا راح اخلي لكم ملف التعريف بالديسكريبشن. طبعا هسه راح نشوف طاقة البطارية 31، الاتجاه 23، 3 من شبكة، 4/5 شرائط قوة. ما عندنا في بي ان، راح ندخل على التطبيق. طبعا قبل لا ندخل على التطبيق، طبعا انا جربته ما يأثر على سرعة الانترنت واختبرت هذا الشيء بالسبيد تيست. طبعا انا يقول لي انيبل اد بلوك لان مسحت ملف التعريف. خلي نروح النصبه نضغط على انيبل. هذا الرابط اللي طلع لنا راح نعطيكم اياه بعدين نرجع له. تثبيت ملف التعريف الغاء، هاي الايقونه اللي تجيك والنافذه. تثبيت ملف التعريف عنوان تثبيت، نعطي تثبيت. رمز الدخول تم يطلب من عندك، راح يطلب من عندك الرمز اللي خاله لقفل الشاشه. واحد مسح، واحد 4/5/8 3 4 ادخل رمز الغاء، زر ادخل رمز الدخول مسح. ليش 1/4/8/1/3 مسح. رمز الدخول خطأ. 1/4/8/3 تحذير الغاء، زر تحذير تثبيت، زر تثبيت، تثبيت تنبيه تثبيت، زر الغاء تثبيت، زر تثبيت، تم تثبيت ملف التعريف عنوان تم، زر ننطي تم. راح يرجعنا وين؟ على السفاري. هسا انا راح اخذ لكم الرابط. اعاده صفر ck.com العنوان حبل النص جاري التحرير نمط الكتاب تحرير تعريف نسخ قصر نسخ راح اخلي لكم اياه بالديسكربشن. لو نطلع من السفاري شوفوا الفي بي ان. الثالثة والثلاثة من ثلاثة اشرق شبك ثلاثة الاتجاه طاقة البطارية احوث الرسالة. صفحة 1/7 تعديل رسالة. صفحة 4/7 تعديل رسالة. صفحة اطلاق خلال برنامج اطلاق more info share اطلاق is ads 14 ads ads 5 مس 3 مس 1 مس share this ad 0 more info share 14 ads 5 3 1 share this ad 3 مسافة days ago 1 share this ad 3 مسافة days ago الثالثة وقت VPN on
حلو. بعد فترة ما يحتاج ندخل للبرنامج، يمكن بعد فترة يشتغل الـ VPN. إذا اشتغل الـ VPN إحنا مؤمنين من ظهور الإعلانات. زين. الشاشة الرئيسية. قلنا ما يأثر على سرعة الإنترنت. واحد عنصر بس راح تبقى عندنا شغلة واحدة، إنه شلون نقدر إذا رجعنا للواي فاي شلون نقدر نطفي هذا الـ VPN. راح نخلي هو طبعا اتصال بالـ VPN اتصال تلقائي، كل ما يقطع او يصير فد شيء على شبكه او طفي البيانات الخلويه راح ينطفي، من تشغل راح يرجع. اذا تريد تطفي تريد انت تشغله بايدك، وانا ما افضل هذا الشيء لان قلت ما ياثر على الانترنت وسرعه الانترنت. بس نروح للاعدادات، الاعدادات ملفات التعريف عام، الاعدادات عام، وندخل على العام ونروح لل VPN. قفل تلقاء تجديد الاستعمال امكانيه التطبيقات المقترحه و اعاده ملفات VPN تم الاتصال زر. شوف VPN تم الاتصال، لو تقول له قطع الاتصال راح يتصل مره ثانيه. ليش؟ لان تلقائي. راح ندخل على VPN تم VPN VPN عنوان، وراح ندخل على تكوينات VPN تم الاتصال تشغيل سيقوم enable block بالاتصال حسب طلب تم الاختيار enable block اطلق نظر زر. ندخل على هذا enable المزيد من المعلومات او على المزيد من المعلومات المزيد من المعلومات enable block زر. ندخل هنا المزيد من المعلومات انيبل بلوك انيبل بلوك انواع اكيسا الخادم عنوان عنوان وقت الاتصال وقت الاتصال حسب الطلب تشغيل اتصال حسب الطلب تشغيل. نسويها ايقاف انواع اكيسا اتصال حسب الطلب زر تبديل متوقف. حلو، صار عندنا متوقف. هسه اذا اريد اروح نشغله ما يحتاج نيجي لهنا. بي بي ان عام عام الاعدادات الاعدادات واي فاي حسين الصمالي زر الاعدادات بها و VPN. ندخل على الـ VPN نقطة اتصال VPN غير متصل زر. ندخل تم الاختيار مركز التحكم عدم الأعداد VPN عنوان تكوينات VPN غير متصل متوقف. هذا VPN غير متصل متوقف، نسوي متصل تم الاختيار enable block اطلاق نظر غير متصل متوقف تكوينات VPN عنوان غير متصل متوقف سوي تشغيل تشغيل. ننتظر شوي تم الاتصال تشغيل تم الاتصال تشغيل. حلو، اشتغل عندنا VPN فوق. الثالثة وست وعش الاتجاه مقفل طاقة البطارية تسعة طاقة الثالثة وست وعش تكوينات VPN عنوان الثالثة وست تشغيل VPN. هذا الـ VPN اشتغل، وهكذا نكون قد حجبنا الإعلانات في الواي فاي وفي الـ 3G. تحياتي لكم، حسين العراقي يحييكم. لا تنسونا من الاشتراك بالقناة ونشر رابط القناة على حساباتكم الشخصية لتصل هذه المعلومات والشروحات والتطبيقات لكل المكفوفين. تحياتي لكم وألتقيكم في شروحات أخرى. الثالثة وسبع وعش طاقة البطارية تسعة وعش الاتجاه مقفل طاقة البطارية أوديو شير ريكوردر تم الاختيار ستوب زر.